معنى الوحي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيها السادة، هذا الحديث مخيف في واقع الأمر، وهذا الحديث يبين لنا أن الدنيا دار عمل والآخرة هي دار حساب. لكن الغريب في هذا، المصلي والصائم والمزكي مفلس، فكيف بغيره ممن لا صلاة له ولا صيام له ولا حج له؟ والأمر الآخر أن العبادة الحقيقية أيها الإخوة، وهذا ما نفهمه من هذا الحديث، هي التي تؤثر في السلوك. فأي قيمة حقيقية للصلاة وللصيام وللزكاة إن لم يكن لنا رادعا عن ظلمنا وعن تجاوزنا على الآخرين؟ الآخرة موطن لرد الحقوق، وهذا ما نفهمه من هذا الحديث، وموطن لإظهار عدالة الله سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكما قال مولانا أيضا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ونتذكر في هذا السياق حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها. أيها السادة، إنها الخسارة، خسارة كبيرة أن يكون مصير الواحد ذلك المصلي ذلك الصائم أن يكون مصيره في النار بعد أن تطرح عليه سيئات الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين. أمين.